ليشيا ليتشي الدور الايطالي سيري اي الجوله 16. وين شلنا كيفاش كانت المباراه، وين المباراه وين شلنا زوج اهداف في الشوط الاول، شلنا هدف في الدقيقه 32، هدف في الدقيقه 44 عن طريق جون الذي سجل الهدف في الدقيقه 32 بعد ما ليتشي شلنا كيفاش ضيع اهداف، نقولوا ضيع هدف في الدقيقه 11، وزان زان الذي ضيع هدف في الدقيقه 11، شلنا كيفاش جينالكو الذي ضيع الهدف التعادل في الدقيقة 45 بعد الهدف التقليص للتقليص النتيجة. يعني كانت المباراة وين شنا فانك ما ننساوش وين شنا كيفاش جون الذي سجل في الدقيقة 32، شنا أنسينتو الذي سجل هدف في الدقيقة 44. يعني كانت المباراة مباراة كانت شيقة، مباراة وين شنا كيفاش المدرب تاع بريشيا كوريني اللي دخل بخطة دخل بخطة 3-5-2، شلنا كيفاش فابيرو المدرب تاع ليتشي اللي دخل بخطة 4-4-4-2. يعني كانت المباراة مباراة كانت تكتيكية كذلك ما بين المدربين، شلنا كيفاش نقولوا في ليتشي وين الشوط الثاني وين رمى بكل ثقه ليه، شلنا الاستحواذ ب 54% استحواذ، شلنا 328 تمريره بالنسبه ليتشي، شلنا كيفاش نقولوا باللي 260 تمريره بالنسبه لبريشيا، يعني 41% لبريشيا بعد ما ضمنت نقولوا باللي ضمنت النتيجه في الشوط الاول. شلنا كيفاش نقولوا باللي انريكو الحارس تاع بريشيا الذي انقذ المرمى تاعو، ستيفانو شنا شنا كيفاش جون شنا الياس شنا ديماتري شنا ساندرو ديواش اللي خرج في الدقيقه 29، شنا سواز كذلك، شنا ماريو شنا كيفاش انيستو شنا نيكولاس. يعني كانت المباراه مباراه كانت نقولوا كانت شيقه، كانت مباراه فيها اهداف، شنا فيها اهداف شوط اول شوط ثاني، شنا غابرييل الحارس تاع ليتشي رغم انه تلقى اهداف لكن شنا كيفاش انقذ المرمى تاعو، شنا اندريا شنا لوكا شنا كريستيان شنا ماركو شنا اندريا، يعني كانت شنا كيفاش زان يعني شنا شيخاف شنا اندريا شنا شنا جينالكو يعني فيليبو. يعني كانت المباراة مباراة وكانت ما بين زوج فرق، كل فريق يريد الفوز بهذه المباراة. شلنا كيفاش كانت بريشيا ليتشي الدور الإيطالي سيري اي الجولة 16. صحيتو.